لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب، لانك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. أنا بحبك يا جميلة، بحبك قوي، وعمري ما حبيت حد غيرك، ولما رجعت لي تاني اكتشفت إني ما حبيتش حد غيرك طول الفترة اللي فاتت دي. من يوم ما اتولدتي وأنا حاسس إنك مولودة ليا أنا، وأنا كمان بحس إن أنا اتخلقت عشانك أنت. إيه؟ كلامي ضايقك؟ لا بالعكس، من واحنا صغيرين بنحب بعض، حتى قبل ما نعرف يعني ايه حب. ما كنتش بحب في حياتي غير انت وبابا وماما، وفجأة اتحرمت منكم انتوا التلاتة.
عارفه انهم خلاص راحوا ومش ممكن هيرجعوا لي تاني، بس كنت حاسه اني هشوفك تاني، مش عارفه فين وامتى وازاي، بس كان احساس بيكبر جوايا، كان بيقويني في اكتر لحظات ضعفت فيها. الدنيا دي خدت مني حاجات كتير قوي، بس ادتني شويه حاجات صغيره عوضتني بيها. ويا ترى بقى انا من الحاجات الصغيره دي؟ انت اجمل حاجه فيها. يعني بتحبيني زي ما بحبك؟ مش عارفه بحبك ازاي، بس متاكده انه خلاص ما بقاش لاقي اي حد غيرك. وفاء افندم، خلصتي؟ اديني بقى في الحسابات عشان اسلم الشفت. طب انا كنت عايزك في موضوع مهم. تحت امرك، اتفضل. لا مش هينفع هنا في المطعم. امال فين؟ عندك مانع نتقابل بره؟ امتى؟ الليله دي، ومش هطول عليكي. هو موضوع مهم قوي يعني؟ مهم جدا، ومش هينفع يتاجل اكتر من كده. خلاص اللي تشوفه. بس انا عايز اطلب منك طلب، مش عايز حد يعرف ان احنا هنتقابل بره. حاضر. حتى بابا؟ لا اطمن، بابا بالذات مش ممكن يعرف. خلاص الساعه 8 تستني مني تليفون، هقول لك نتقابل فين. اوكي. اوكي. كل الاكل اللي انت بتحبه. معقوله يا ماما انت كان فيك دماغ كل ده؟ ما انت رجوعك ليا يا حبيبي نساني كل اللي حصل لي الاسبوعين اللي فاتوا دول. الله يا ماما انا بقالي كتير قوي ما اكلتش اكل حلو ده. في اسبوع واحد بس هعوضك عن كل العك اللي انت كنت بتاكله وانا بعيد عنك. ده اكيد عدنان، اصل هو عدى على البواب وقال ان هو هيطلع علشان ياخد بقيه حاجاته. خليك انت يا ماما. السلام عليكم يا باشمهندس، عدنان بيه واقف تحته وهيقول ان في حاجات عنديكم تلزموا. هي دي كل حاجته. ادي له الشنطه دي وقول للباشمهندس شريف بيقول لك ما تفكرش تيجي هنا تاني. اقول له ماشي. اكيد خاف يطلع لما عرف انك انت هنا. عشان جبانه يا ماما. طيب تفتكر ممكن يرجع تاني؟ انت هتخافي يا ماما وانا معاكي ولا ايه؟ حبيبي يا شريف ربنا يخليك ليا. الساعة 8 يا جميلة هتبقى أجمل ساعة 8 عدت عليا في حياتي. عشان تبقي تسمعي كلامي، قلت لك حسام بيحبك وأنتي ما صدقتنيش. ده أنتي سرك باتع يا بنتي. طب قولي لي بقى، هو حسام هيقول لي إيه لما يقابلني النهاردة؟ هيقول لك إنه بيحبك وعايز يتجوزك وهيطلب يحدد ميعاد مع باباكي. طب هو ليه ما طلبش يقابل بابا على طول؟ أنتي غريبة قوي يا وفاء، هو مش لازم ياخد رأيك الأول؟ أيوه أيوه صح، لازم ياخد رأيي الأول صح؟ أيوه صح. فكرتي هتقولي له ايه لما اعترف لك بحبه؟ ما فكرتش في اي حاجه من ساعه ما طلب يقابلني وانا مش على بعضي وركبي بتخبط في بعض وبترعش كاني داخله امتحان ثانويه عامه لاول مره. لا يا فوفا ما ينفعش، لازم تمسكي نفسك شويه. طب انت قولي لي عملتي ايه مع ادم عشان اعمل زيك؟
ادم قال لي انه بيحبني وانه حاسس اني اتخلقت مخصوص علشانه. يعني حسام هو كمان هيقول لي انه بيحبني؟ هيقول لك اللي في قلبه وده كفايه. طب وانت بقى قلت ايه لادم؟ قلت له يمكن واحد على ألف من كل الكلام اللي كان نفسي اقوله. وطبعا رجعت البيت ندمان عشان ما قلتلوش كل حاجه خالص. انا متاكده انه سمع كل الكلام اللي معرفتش اقوله. ازاي؟ بقلبه طبعا. يا ترى حسام هو كمان هيسمعني بقلبه؟ بصي ما تقعديش تفكري هتقوليله ايه وهيقولك ايه. روحي انت الاول وقولي اللي انت حاساه. انا حاسه يا جميله ان النهارده هيبقى اهم يوم في حياتك وحياتي. طب فكرتي هتلبسي ايه؟ لا ما فكرتش. انت اختاري لي. اخترت لك ده. ده فستانك. صدقيني ده وشه حلو قوي. ده انا كنت لابساه اول مره شفت فيها ادم. يعني حسام ما شافوش عليكي قبل كده؟ مش هيشوفه تاني. حبيبتي يا جميلة يلا بقى البسي بسرعة عشان ما تتأخريش على ميعادك. طب اوعي تنامي قبل ما اجي واحكي لك على كل اللي حصل. ها يا ادم قول. قعدت مع جميله بس ما قدرتش اقول لها كل حاجه زي ما وعدتك. قلت لها اني بحبها. بصيت في عينيها حسيت انها اتولدت على ايديا للمره التانيه. ما قدرتش اقول لها اني اتجوزت واحده تانيه غيرها قبل ما اعرف انها ترجع لي تاني. ما قدرتش ابوظ عليها اجمل لحظه في حياتها. تقصد ما رضيتش تبوظ اللحظه دي على نفسك؟ مش عارف جميله هتعمل ايه لما تعرف اني مخبي عنها الموضوع ده لغايه دلوقتي. لسه عندك فرصه تانيه تقعد معايا تحكي لها كل حاجه وتبقى آخر مرة أشوفها فيها. جميلة بتحبك وهتسامحك بس مش هترضى تاخدني من نوعها. مفيش حد يعرف مين اللي أخدت أجمل التانية يا ما قلتليش ايه رايك في المكان؟ انت اول مره تيجي هنا؟ تضحك عليا لو قلت لك ان انا ما جيتش كافيه من 3 4 سنين. ياه طول عمري من البيت للمدرسه او المعهد ولما كنت اخرج اتفسح كنت اروح مع ماما نشتري لحمه وبقاله. انت طيبه قوي يا وفاء بس اكيد بعد ما اشتغلت معانا في المطعم الوضع اختلف. برضه مش قوي يعني من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. الشغل للبيت ومن البيت للشغل؟ امال الفستان الحلو ده انت جايباه ليه؟ يعني عشان لو جالي عزومه ولا حاجه. لا صحيح ما قلتليش. انت قلت لهم ايه في البيت وانت نازله؟ كذبت عليهم، قلت لهم رايحه اقابل واحده صاحبتي. معلش حقك عليا، مش هخليكي تكذبي تاني. طب قول لي ليه طلبت تقابلني؟ قولي لي انت الاول. لو واحده في سنك تقبل تتجوز واحد في سني؟ اه طبعا، لو بتحب. انت عارفه انا عندي كام سنه؟ بابا قال لي 34. ده كان السنة اللي فاتت. مش فارقة قوي يعني. أنت شايفة كده؟ الراجل لازم يكون أكبر من الست، والحب بيدوب أي فروق. أصل أنا بحب واحدة، بس مش عارف إذا كانت بتحبني ولا ما بتحبنيش. طب ما تسألها. خايف تكسفني. جمد قلبك، جايز تكون هي كمان بتحبك ومستنياك تنطق من زمان. لا، أنا لقيت طريقة تانية خالص، أقول لها بحبها من غير ما أواجهها. إزاي؟ أقول لصاحبتها وهي تقول لها.
مين صاحبتها دي؟ انت يا وفاء. انا؟ يا وفاء في ايه؟ انت كل ده ما فهمتيش ان انا بتكلم عن جميلة؟ جميلة؟ بحبها قوي يا وفاء. لو وافقت تتجوزني هبقى اسعد واحد في الدنيا. ما تتخيليش اصل الموضوع ده نصيب. من ساعة ما جيت لكم البيت في اسكندرية وشفتها شدتني. حسيت ان هي فيها مني. نفس الوحدة ونفس الأمل. ونفس حب الشغل. اعرف روحت ازاي بعد لما نزلت من عندي في الشركه؟ هكون روحت ازاي يعني يا مدحت؟ بعربيتي طبعا. الامن قال لي انك ركبتي مع فهمي حسان. نسيت اقول لك، اصل عربيتي باظت والراجل من ذوقه قفل علشان يوصلني، ما رضيتش اكسفه. تركبي مع راجل غريب لغايه 6 اكتوبر؟ امال كنت عايزني اعمل ايه يعني؟ اقف بعربيتي لايصه في الشارع وفي الاخر ما انا هقف واوقف تاكسي وبرضه هركب مع راجل غريب، ايه الفرق يعني؟ وفهمي حسان مش راجل غريب؟ راجل غريب ازاي بس يا مدحت؟ انت نسي انه شريكنا وكمان حما ابنك. مالكيش دعوه بابني. تاني مره لما العربيه تعطل يبقى كلميني وانا هتصرف. اللي يشوف كده يقول انك غيران عليا يا مدحت. غيران ايه وهبل ايه؟ مش غيران ولا حاجه، بس من حق اسال. طيب نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. ما تلعبيش بالنار يا مها، ما تنرفزينيش اكتر من كده. اكتر من كده ما اقدرش اعمل. تنفذوا التعليمات بالحرف الواحد، وتاني مره تكلموني بدري عن كده بيبقى في اجتماع. شكلك اللي هنا مراتك دخلت عليك، وطبعا عملت لها مليون حساب وخفت. على العموم احسن، عشان انا كده كده تعبانه وعايزه انام. خلاص، السلام عليكم ورحمه الله يا حاج. صباح على خير يا بيلا. هتنام يا حبيبي؟ لا هعوم. طب حاسب لا تغرق، وابقى اتغطى كويس. الو، هاي. العربية رجعت. ميرسي، تعبتك. ما تقوليش كده، انا ما لحقتش اعمل اي حاجة. طب يا ريت الست العربية تبوظ كل يوم وانا اجي اصلحها لك بنفسي. المهم بس تكوني جربتيها ولقيتيها اوكي. هاي ان شاء الله هشوفك قريب عند مدحت، ويا ريت المرة الجاية تجيلي معاك ابراهيم بيه. تصبح على خير. هاي بابا. هاي روح قلبي. كويس انك جيتي عشان نتعشى مع بعض. نتعشى؟ هي الحكومة ناخد العشاء اليومين دول ولا ايه؟ لا مش الحكومة، هو حضرتك اللي لغيته من ساعة ما قلت انك بتعمل دايت. طز في الدايت. أنا الليلة دي نفسي مفتوحة جدا وحاسس إن أنا هاكل سوبر ماركت بحالي. رجعتي وانا مش عارفه اقعد معاكي. امك عماله ترغي انت دخلتي كده على الاوضه على طول. ها عملتي ايه مع حسام؟ ما عملتش حاجه. ايه ده، هو ما قالكيش هو عايزك ليه؟ قال انه بيحب واحده في سني وانه خايف ترفض تتجوزه عشان اصغر منه. اكيد يقصدك انتي.
لا، يقصدك انتي. ايه اللي انتي بتقولي ده؟ بقولك اللي قاله حسام، طلب يقابلني عشان ابلغك انه بيحبك، انه هيكون اسعد انسان في الدنيا لو قبلتي تتجوزيه. خاف يقولك كده بنفسه لحسن تكسفيه، وهو دلوقتي مستني مني رد. ساكتة ليه؟ قوليلي أرد أقول له إيه؟ وفاء، أنتِ عارفة إني ما بحبش غير آدم، وعمري ما هحب حد غيره. بس حسام ما يعرفش كده. هيعرف، وهيعرف كمان إنه لو لف الدنيا كلها مش هيلاقي حد زيك. لحظة واحدة. تعالي نقعد، بس رايح 5 دقايق هديهم الفيل اللي كانوا بيدوروا عليه، وبعد كده نكمل قعدتنا تاني. أنا شكلي كده لخبطت لك يومك. أنا بطلت الخبطة من ساعة ما عرفتك يا إيمي. كل حكاية بس إن أنا كنت في إجازة وناسي موضوع الفايل ده خالص. بس أكيد لو واحدة غيري ما عندهاش نفس الظروف اللي عندي، كان ممكن عادي تسيبها في الريستورانت وترجع لها تاني. لو أي واحدة بجمالك عمري ما كنت هسيبها لوحدها أبدا. شيرين أخيرا جيت. هاتي الملف بسرعة. بنت حلال خدي. إيمان يارا زميلتي في الشغل. يارا إيمان أخت آدم جوزها أختي. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. ادي الفايل بقى لمستر علاء وقولي انا براها النهارده وهجي له بكره، ها؟ واتكلم معاه في كل حاجه. يلا ايمي. يلا. هاتي ايدي. ميرسي. ما قلتليش برضو فين زينة؟ ما قلتلك أنا عدي عليها، بس حبيت الأول نتكلم شوية. يبقى أكيد في حاجة مهمة عايز تقولها لي. حاجة مهمة عايزك أنت تقولها لي. مدحت منصور واضح إن ذكائك هيتعبني قوي. وانت لسه ما تعبتش؟ من كلامك عنه والنظرات في المكتب حسيت اللي كان بينكم زمان اكتر شويه من مجرد شغل وما تمش. شكله ذكائك انت اللي هيتعبني. يعني كان معايا حق؟ اه يا ابراهيم، انا ومدحت منصور كان في بينا مشروع جواز. جواز؟ امتى؟ من حوالي 4 سنين. خلص بسرعة زي ما ظهر بسرعة. جاني في وقت أنا كنت محتاجة فيه أحس إن أنا مرغوبة، وإن أنا ممكن أتجوز وأتحب من أول وجديد. وبصراحة عارف يعمل ده 10 على 10. أنا مش قادرة أفهم ليه حذرتيني منه؟ عشان عرفت بعدها ان كان عايز فلوسي مش عايزني انا، وانه عمل الموضوع ده مع كذا ست غيري. انا كان ممكن ما اقولكش وترددت 1000 مرة قبل ما احذرك منه، عشان ما تعرفش موضوع العلاقه اللي كانت ما بيننا. بس عارف ايه مشكلتي معاك؟ ان انا ما بقتش عارفه اخبي عليك اي حاجه،
والتاني مره يا ابراهيم خد بالك من ملحق منصور. مادام كده بقى يبقى هاخد بالي. بقطع لك الاسكروب حتت صغيره عشان تعرفي تاكلي. ميرسي. طيب انت عارف ان انا اتبسطت قوي اني رحت معاك شغلك؟ هو المكتب محندق شويه بس دمه خفيف. حسيت بيه. وبيارا كمان. يعني ايه حسيت بيارا كمان؟ مش فاهم. غارت عليك. لا لا انت كده رحتي لبعيد خالص. انا ويارا مفيش بينا غير ان احنا اصحاب زمايل في الشغل وبس يعني. أصلها ضربت لخمة أول ما شافتني معاك وأنت كمان ضربت لخمة دلوقتي وبتحاول تكذب عليا. هو صحيح هي ممكن تكون مهتمة بيا شوية لكن أنا مش بتحبها؟ ولا كان ممكن تحبها لو ما كنتش شفتني؟ يا أمي أنا من بعد ما شفتك وأنا حبيتك وحبيت نفسي معاك خليتيني أعمل حاجات كتير أصالح بيها نفسي. خليتيني اكتشف فجأة ان كان ممكن اكون بني ادم كويس وانا اللي ما كنتش واخد بالي. ده حتى ماما مبسوطة بيا عشان قاعد معايا واقف جنبها. ما تعرفش ان انت سبب في ده. بس انا ما قلتلكش روح اقعد مع مامتك. من غير ما تقولي. انا بحاول ابقى احسن عشان استاهلك بجد. انا كمان نفسي اصدق ان انا استاهل كل الكلام الحلو ده. انت تستاهلي اكتر من كده بكتير. بس أنا كمان مش راضية عن نفسي يا شريف. حاسة إني واخدة أكتر من حقي. سايباك تحبني وأنا أحبك. رغم إنك ممكن تحب واحدة تانية مش لازم تقطع لها الاسكالوب قبل ما تاكله. أنت بتصدقي بقى إن الاسكالوب اللي بقطعهولك ده عندي أحلى من أي حاجة في الدنيا؟ ممكن بقى نسيبنا من الكلام ده وعندي ليكي طلب عايزك تعمليه ممكن؟ عايزك ترجعي لشغلك في الأوبرا تاني. مش عايزك تقتلي الفنان اللي جواك يا إما. عايزك تعزفي وتملي الدنيا كلها مزيكا. عايزك بعد ما تخلصي تقفي على المسرح والناس كلها تسقف لك وهي مبسوطة. وتشوفي بصوابع البيانو اللي انت مش قادرة تشوفيه بعينيكي دلوقتي. أوعديني. طب يلا ناكل. الندوة بدأت من 10 دقايق. بقول لك يا عيشة وانتم مقضينها كده ليل نهار ندوات وسمينارات؟ خلاص ها تعبتي ها؟ بنتي بقى لي 4 ايام ما نمش فيهم ساعتين على بعض. خلاص بكره عطلة ان شاء الله اخر يوم، بتنامي بترتاحين براحتك. يعني مش هتفسحيني في ابو ظبي؟ الله عليك، تبين تتفسحين ولا تنامين؟ الاثنين. خلاص ان شاء الله بكره بنفطر ونس. ايش فيك؟ حسني دايخه. بتصل بالدكتور الفندق؟ عزة عزة يا جماعة يا جماعة طبيب طبيب ما ادري ايش فيها. طبيب طبيب دكتور يا جماعة بلك الدكتور. شوفي يا نهى هي مش عارفة انه كتب كتاب. هتفرق معايا في ايه؟ مش تفرق معاك انت، هتفرق معاها هي. انا عندي فكره واتمنى ان انت تساعديني فيها بس ارجوكي مش عايز بابا يعرف اي حاجه، مش عايز اقلقه ولا اتعبه معانا. كده تخوفيني عليك فجأة ما حسيتش بالدنيا حواليا.
اسمعني. عموما هو يستاهل انك تتعبين عشانه شوي. هو مين ده؟ البيبي اللي جاي في الطريق. بيبي؟ ايه مش مصدقة؟ بس ما كنتش متخيلة انه هيبقى بسرعة دي. كيف بسرعة؟ انت قايلت لي انك متجوزة من شهور. ايوه يا بنتي، بس انا كنت باخد معاني حمل لسه مبطلها قبل ما اجي هنا بحاجة بسيطة قوي. ليش كنتي تاخدينها وليش الحين بطلتيها؟ يمكن ما كنتش عايزة ألبخ نفسي بالعيال من دلوقتي، بس بعد كده فكرت وجودي حسيت إنه ملوش ذنب، بس إنه هيموتوا ببعض. هو قالك تبطلينها؟ خالص ما يعرفش. تبي تسوين له مفاجأة؟ هيفرح قوي لما يعرف إني حامل. خذي بالغينة. خبر زي ده ما ينفعش في التليفون، لازم اقوله له هو قدامي عشان اشوف رد فعله وانا جنبه. يا قلبك بتستنيه لبعد بكره؟ مش انتي قلتي ان بكره اجازه؟ يبقى انا هقطع اجازتي بكره وهنزل على مصر، وبالصدفه كمان هتبقى اجازه احمد، يعني راح البيت الاقي. والشوبينج اللي كنا بنسويه؟ يا ستي هبقى اعمله في مصر، بالمره اعمل شوبينج للبيبي. خلاص يبقى لازم نكلمهم عشان نقرب وقت الطيران. الو لسه نايم؟ حقك يا عم، ما انت اجازه النهارده. هو انا بس الاجازه، الشركه كلها اجازه النهارده. عموما احسن برضه، خلينا لما نتقابل النهارده على العصر نبقى وحشين بعض. انت لسه مصممه على حوار العصر ده؟ رجعت في كلامك ولا ايه؟ يلا بقى خد عنوان الشقة اللي هتجيلي فيها، ما تخافش دي شقة بنت عمتي، كانت مدياني المفتاح عشان لما يركبوا الغاز وهي مسافرة. طب استني استني. قولي. طب انا خدت العنوان منك بس أنا مش أكيد إن أنا هيك. ماشي، هكلمك قبل ما أنزل. ده لو نزلت أصلا. هتنزل. متأكدة إنك هتنزل يا حبيبي. ماشي. يلا سلام. صباح الخير يا جميلة، ايه اتأخرتي ليه؟ معلش بس الطريق كان واقف. طب ووفاء ما جاتش معاكي؟ هي جاية ورايا بس أنا خفت أتأخر لو استنيتها عقبال ما تجهز. والله يا ريت يعني الموظفين كلهم يبقوا زيك. على إذنك أروح أستلم ورديتي. إيه طب جميلة، هي يعني وفاء لما روحت امبارح ما قالتلكيش أي حاجة خالص؟ أنا امبارح نمت بدري. ماشي.
صباح الخير يا فندم. صباح الخير. انت اول مره تشرفينا هنا؟ اول مره. لوحدك ولا معاكي حد؟ لا انا لوحدي. طيب اتفضلي اتفضلي يا فندم. ميرسي. دقيقه واحده ويكون المنيو عندك. هتنزل، متأكدة انك هتنزل يا حبيبي. الو ايه ناني؟ ايوه يا حبيبي، انت فين؟ مش عارف، مش حاسس اني اقدر انزل. ناني من غير زعل، انا خايف اعمل حاجه افضل ندمان عليها. خلينا احسن نتقابل في الشركه بكره.